تحيه النهارده عالميه للاهلاويه اللي بيبداوا معانا حلقه النهارده من السادسه. اهلا وسهلا بيكم. اقتربت ساعه الصفر، 24 ساعه بالتمام والكمال بيفصلونا عن مواجهه بكره ان شاء الله اللي هتكون الساعه 9 بتوقيت القاهره، والاهلي يضع لمساته الاخيره في تمرينته الاخيره قبل مواجهه اوكلاند سيتي. تقدر تقول انه التحدي كبير ولكن الطموح اكبر، انه الاهلي الكبير مع الكبار، كبار العالم، ابطال القارات مجتمعين في كاس العالم للانديه، ريال مدريد اوروبا، فلامينجو امريكا الجنوبيه، سياتل ساوندرز امريكا الشماليه، الهلال اسيا، الوداد افريقيا، واوكلاند سيتي منافس الاهلي بكره ان شاء الله بطل الاوقيانوس. والاهلي كما عودنا دايما في المناسبات الكبيره كبير. كلام الحقيقه النهارده يمكن كله على فكره القايمه اللي اختارها مستر مارسيل كولر والاسماء المستبعده، وده هتكلم معاكم فيه بالتفاصيل. لكن لفتت نظري الحقيقه واحنا بنحضر للبطوله مجموعه من الارقام المرتبطه بفكره النادي الاهلي. يعني هو ده الاهلي، هي دي روح الفانيلا الحمراء اللي احنا بنتكلم عليها. خد بال حضرتك انه القصه هنا في الاهلي مش قصه شهره. في شهره وفي جماهيريه عظيمه جدا من المحيط للخليج، بل خليني اراهن كمان على في كتير من جماهير اوروبا، جماهير اوروبا وامريكا الجنوبيه والشماليه واسيا عارفين النادي الاهلي ومنهم كتير بيشجعوا النادي الاهلي. لكن هل هي الشهره والجماهيريه؟ بالتاكيد ممكن تكون عامل، ولكنها ليست العامل الاول او الاساسي. ممكن يكون الفلوس، وبالتاكيد كلنا بنسعى، كل واحد بيسعى وبيكد وبيجتهد رغبه في انه يحقق يعني احلامه طموحاته، لكن بالتاكيد برضو مش هي الفلوس. هنا بقى بنتكلم على الطموح، هنا بنتكلم على كتابه التاريخ، هنا بنتكلم على المجد. والاهلي هو بوابه الطموح وبوابه كتابه التاريخ وبوابه المجد لكل نجم بيمثله. احنا النهارده طبعا بنتكلم على مجموعه من الارقام القياسيه اللي محققها لغايه النهارده واللي بكلم حضراتكم عليها النهارده. شوف الكلام ده فات عليه يمكن 15 16 سنه، لكن الارقام دي مسجله باسم النادي الاهلي، عشان كده ما بننساش اجيال كتيره جدا. لغايه النهارده احنا حافظين وعارفين جيل كابتن خطيب وكابتن مصطفى عبده وكابتن مختار وكابتن علاء ميهوب وكابتن ربيع ياسين وكابتن اكرامي وكابتن ثابت البطل ربنا يرحمه ويحسن اليه، ومن بعده اجيال ثانيه، هشام حنفي ووليد صلاح وهادي خشبه وسمير كمونه وابو الدهب وعمرو الحديدي اللي هينورنا النهارده في السادسه، وغيرهم من نجوم، ومن بعدهم حسام غالي وعماد متعب وسيد عبد الحفيظ، ومن بعدهم تريكا وبركات ومتعب واسلام الشاطر والحضري ووائل جمعه. ما بننساش، لانه الناس دي جت كتبت تاريخ كبير، حققت لنفسها مجد شخصي هتفضل عايشه عليه عمرها كله. هتفضل كل ما بتستعيد الذكرى دي تتكلم عنها بمنتهى الفخر ومنتهى السعادة. النهاردة الجيل اللي احنا بنتكلم عنه واللي بيمثل النادي الاهلي قدام تاريخ، وما انساش وليد سليمان طبعا، طبعا ما اقدرش انسى وليد سليمان ولا انسى ناجي جد ولا انسى نجوم كتير جدا لبس الفانيلا الحمراء، لكن النهاردة احنا امام جيل استثنائي، الجيل الوحيد اللي انفرد بتحقيق ميداليتين برونزيتين، الجيل الوحيد اللي انفرد بالمشاركة في كاس عالم الاندية ثلاث مرات. وخليني اقول لكم انه لاعبين مثلا زي رامي ربيعه، رامي ربيعه في مشاركته ان شاء الله باذن الله يكون عنده فرصه مشاركه في البطوله دي، ومشاركته في سكواد الاهلي في نسخه كاس العالم اللي هتبدا بعد يوم واحد من النهارده، بيكون شارك في اربع مناسبات كاس عالم، اربع نسخ من بطوله العالم للانديه، وده رقم كبير، رقم صعب يتكرر. لاعب زي حسين الشحات قدامه مباراتين، يعني باذن الله لو ربنا اكرمنا في البطوله دي ووصلنا لمواجهه ريال مدريد وحسين الشحات كان ليه دور انه يشارك في الثلاث مباريات، هيكون اول لاعب في التاريخ في تاريخ البطوله كلها يشارك عدد 12 مباراه. حسين عنده في رصيده 9 مباريات، شارك في بطوله كاس العالم في 9 مباريات، يبقى لي مباراتين فقط لا غير عشان يوصل للرقم القياسي اللي هو 11 مشاركة أو 11 مباراة في كأس العالم. الرقم ده مين بيحمله لغاية النهاردة؟ يعني الأرقام دي مسجلة بأسماء مين؟ مسجلة بأسماء ثلاث لاعبين في الأهلي. يعني برضو يعني نلف وندور ونرجع للأهلي من جديد. مسجلة باسم محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي، مسجلة باسم الصخر وائل جمعة، مسجلة باسم
كابتن النادي الاهلي السابق حسام عاشور، ثلاث لاعبين شاركوا في البطوله دي في 11 مباراه. ولو حسين الشحات قدر يشارك في ثلاث مباريات اخرى هيكسر الرقم القياسي المسجل باسم لاعبين في النادي الاهلي، ويبقى هو سحب اكبر رصيد من عدد المشاركه في المباريات في بطوله كاس العالم. هنا احنا بنتكلم على لعيبه بتكتب تاريخ، لعيبه عندها من الطموح ومن الرغبه في اثبات الذات ومن الرغبه في انه يكون كل يوم في تحدي جديد قدامها الكتير. هو ده الاهلي. ممكن تبقى عينك على النجوميه والشعبيه والجماهيريه وحب الملايين في كل مكان، ممكن يبقى عينك على الفلوس طبعا وتامين مستقبلك، لكن بالتاكيد وانت داخل بوابه النادي الاهلي اعرف ان كل مباراه وفي كل بطوله انت امام تحدي جديد وامام كتابه تاريخ جديد، والجيل ده قدامه فرصه ذهبيه، فرصه ذهبيه. انا بشوف انه المشوار مش اصعب من البطولتين اللي خدناهم قبل كده، يعني مواجهتنا قبل كده، وخصوصا الظروف اللي واجهتنا في البطوله الاخيره. فكره انك انت تروح تلعب امام بطل امريكا الشماليه، مدرسه كرويه محترمه زي المكسيك، مونتيري فريق عنده سكواد على اعلى مستوى، عنده خبره ومشاركه البطوله في كاس العالم، فتروح تلعبه في البطوله وانت بدون نص فرقتك وتقدر تتجاوز العقبه دي وتوصل لقبل النهائي وتخرج منه امام بالميراس اللي انت كسبته بالمناسبه في البطوله اللي قبلها على المركز الثالث والرابع، بطل امريكا الجنوبيه وبطل البرازيل. احنا بنتكلم على بطل البرازيل، بطل كوبا ليبرتادورس، خدت على حسابه الميداليه البرونزيه، صحيح خسرت قدامه في البطوله اللي بعدها، لكن بعد كده رحت تقابل الهلال السعودي الزعيم، طبعا زعيم اسيا، فريق محترم جدا، الكره السعوديه تطورت بشكل كبير جدا في السنوات الاخيره، وقدرت تحقق فوز مهم جدا بنتيجه وباداء اكثر من رائع، مباراه لا تنسى، ويمكن تكون زي ما كتير من جماهير النادي الاهلي بتوصفها المباراه الافضل لبيتسو موسيماني في تاريخ صنعه مع النادي الاهلي، تكسب بسكور كبير جدا بنتيجه 4. عشان كده بقول النسخه دي نسبيا ممكن تبقى كمشوار، انا ما بتكلمش على 90 دقيقه كوره، لان 90 دقيقه كوره دول عايز اقول فيهم كلام كتير قوي لحضراتكم، ناس كتير قوي حاسه ان احنا هنكسب بكره واحنا حاطين رجل على رجل، وده كلام ليس له يعني علاقه على الاطلاق بكره القدم، وهقول لكم ليه. لكن بقول انه مشوارنا السنه دي نسبيا اسهل من البطولتين اللي فاتوا، خبرتنا وخبره لاعبتنا في الملعب السنه دي احسن بكتير من السنين اللي فاتوا. السكواد بتاعنا تقريبا اللي شبه كامل، شبه كامل، كل العناصر ان شاء الله تكون جاهزه وتكون فت، تكون فورمه عاليه، افضل بكتير جدا من النسختين اللي قبل كده. الفرق اللي هنقابلها من حيث المستوى نوعا ما ونسبيا اقل من اللي احنا قابلناهم قبل كده. فعشان كده عندنا طبعا مدير فني محترم جدا بيتولى المسؤوليه لاول مره وبيشارك مع الاهلي لاول مره في بطوله كاس العالم، فعشان كده الرهان كبير والطموح يمكن عند جماهير النادي الاهلي كبير السنه دي. ولكن مخطئ، مخطئ من يظن ان ماتش بكره سهل. ليه بقى بقول لحضرتك كده؟ لان البطوله دي بتقام بنظام الكؤوس وبيشارك فيها 7 ابطال، بيشارك فيها فرق عندها شخصيه البطوله، كل واحد منهم جاي وباصص ودارس وشايف فرصه كويس جدا واحتمالاته وراسم خطته في التعامل مع كل خطوه، واولهم طبعا احنا. المستر كولر كان بيتكلم امبارح على فكره احنا ما بنفكرش في اي حاجه، هدفنا الكبير ان احنا نوصل لابعد مدى. ابعد مدى ده ممكن يكون فين؟ هنمشيها خطوه بخطوه، لكن ما بنفكرش وما بنتكلمش وما بنذاكرش وما بنحضرش غير لمباراه بكره، مباراه اوكلاند سيتي. ليه بقول لك مباراه صعبه؟ لان كل الاحتمالات قائمه ومعانا احنا شخصيا، يعني خلينا نقول مثلا انه حد يقول انه فريق الاهلي وهو ناقص معظم العناصر بتاعته الاساسيه واغلبهم دوليين بيلعبوا مع منتخب مصر في امم افريقيا، يروح يلعب في بطوله كاس العالم مع بطل المكسيك المدجج بالنجوم واللي قيمته التسويقيه اعلى بمراحل من النادي الاهلي في مباراه افتتاحيه، فالاهلي يكسب؟ هل دي حاجه طبيعيه او حاجه متوقعه؟ طيب بلاش. هل حد ممكن يقول او يراهن على انه بطل افريقيا لما يواجه بطل امريكا الجنوبيه، بطل مصر لما يواجه بطل البرازيل، هل ممكن في حد عاقل يتصور قبل بدايه اللقاء انه كفه الاهلي ارجح من كفه بطل البرازيل، او انه كفه بطل افريقيا ارجح ايا كانت الاسماء او ايا كان النادي، كفه بطل افريقيا ممكن تكون ارجح من كفه بطل امريكا الجنوبيه؟ برضه مش شيء مش متوقع وشيء مش عادي، وقد كان وفعلها الاهلي، وبالتالي من الممكن جدا انه اي فريق قدام اي فريق زي ما انت بالظبط بتراهن او بتحلم
كواحد من الجمهور انك انت باذن الله توصل لريال مدريد، وانا شخصيا اتمنى، يعني ما بقولش مستحيل وما بقولش مش ممكن، لكن عندي كده حته صغيره بتقول لي ايه وليه مش ممكن، وارد جدا وجايز. زي ما انت بتحلم انك انت تتجاوز ريال مدريد، وزي ما شفنا قبل كده الاهلي في مواجهه بالميراس عنده القدره انه يتجاوز المباراه، وزي ما شفنا الهلال السعودي على فكره قدم مباراه ولا اروع في النسخه الاخيره من كاس العالم امام تشيلسي، وكان ممكن جدا يكون في المباراه او طرف في المباراه النهائيه. فكل شيء وارد، كل شيء وارد. اما فيما يتعلق بالقائمه، وانا شفت وتابعت اغلب ردود الافعال النهارده وعلامات الاستفهام اللي انا ممكن اتفق معاك جزئيا فيها، لكن خليك فاكر، اصل للاسف الشديد اللي هيفهم كلامي الناس اللي ملهاش في السوشيال ميديا، الناس اللي هي مش قاعده على فيسبوك وتويتر وانستجرام ليل ونهار. مش ممكن انه يتم من خلال منصات السوشيال ميديا اداره نادي او اتخاذ قرارات معنيه بها اداره النادي الاهلي من على مواقع التواصل الاجتماعي. مش هيحصل ومش هيكون. ومش ممكن جهاز فني يخضع لسطوه، انا هقول سطوه لانها بقت ليها تاثير كبير، انا عارف بقت واحده من اهم وسائل الضغط النهارده. بقت واحده من اهم وسائل الضغط، مش ممكن، مش ممكن جهاز فني هيدير فريق بطل، فريق مطالب منه انه يتوج بكل البطولات زي النادي الاهلي، برضه رضوخا لمطالب الناس على السوشيال ميديا. يا جماعه في لعيبه كتير جدا ممكن انا بقى شخصيا مقتنع بيها او مستغرب انها ليه مش في قائمه المباراه دي، او ليه مستر كولر ما لعبهاش في البطوله دي، لكن اكتر واحد بيخاف على الفرقه واكتر واحد في الدنيا يهمه نجاح الفريق في اي مشوار في اي مباراه في اي بطوله هو بيخدها هو الجهاز الفني. سيب دول على جنب، الاهم من ده انه اكتر واحد معايش لعيبه وعارف حالتهم وعارف مستواهم الفني ومستواهم البدني في اللحظه دي في التوقيت ده هو الجهاز الفني. ومش ممكن حد يتوقع ان في مدير فني عاقل يستبعد لاعب هيكون محتاجه او ممكن يكون بيمثل اضافه، او مش ممكن نترجم استبعاد اسم معين من قائمه البطوله على انه اللاعب ده مش كويس او ان اللاعب ده مش 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 فورمه النادي الاهلي او مش امكانيات النادي الاهلي. في حاجات كتير جدا بتتدخل في الاختيارات دي، منها سلامه اللاعب، منها مستواه الفني، ممكن يكون لاعب جيد جدا 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 واضافه مهمه جدا للفريق، بس في توقيت تاني ممكن تبقى حالته الفنيه او حالته البدنيه مش في احسن مستوياتها، وبالتالي القرار في النهايه راجع لمستر كولر. عامل تاني ممكن يكون فكره، واوقات كتير جدا على فكره لعيبه ممكن تبقى بدنيا وفنيا جاهزه او يعني مستواها كويس جدا، ولكن الناحيه النفسيه او الظروف المحيطه بمشاركه في مباراه معينه او بطوله معينه ممكن يكون ليها اثر سلبي كبير جدا على اللاعب ده وعلى حكم الجمهور عليه، وبالتالي لازم نحط ده في الاعتبارات. الاهم ان احنا نفكر ازاي نعدي من اوكلاند سيتي، ازاي بيفكر مستر كولر في مباراه بكره، ايه الطريقه. فريق على فكره مش يعني مش عايز اقول مش 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 فريق كبير، بس ما هوش فريق سيء، فريق محترم جدا وعامل معسكر مخصوص في كاتالونيا او في برشلونه قبل البطوله، لعب ثلاث ماتشات، عنده عناصر الى حد ما تقدر تقول عليها مصادر خطوره. فيعني لازم نفكر بس ازاي نعدي. سيبك بقى من قصه القايمه ومين اختاره ومين ما اختاروش، سيبك وقفل قصه الميركاتو، في صفقات ما فيش صفقات، الاهم دلوقتي ان احنا نفتح ملف البطوله ونركز فيها خطوه بخطوه باذن الله لغايه لما نوصل زي ما قال تحديدا مستر كولر لابعد نقطه. تعالوا قبل ما نبدا حلقتنا نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم. في البطولات اللي بتتعمل بنظام النوك اوت انا بشوف انه فيها كل شيء جايز، وخصوصا دلوقتي، يعني خصوصا واحنا في اول 23. كنت اقول الكلام ده وكنت، وعلى فكره الكلام ده قناعه يعني انا مقتنع بيه من زمان، في النوك اوت كل شيء جايز وكل شيء وارد. الاهم في القصه دي هي مجموعه عناصر، طبعا الاستعداد، التحضير، المستوى الفني، كل دي عوامل مسؤوليه الجهاز الفني، لكن بتكلم على المواجهه 90 دقيقه، هنا مستوى تركيزك ومجهودك واصرارك وروحك تصنع الفارق ايا كان اسم المنافس. وطبعا حط مع كل دول حاجه اسمها كلمه سر، يعني كلمه السر وكلمه السحر في كره القدم حته التوفيق. وممكن اراجع معاك ماتشات نوك اوت كان فيها فريق قبل المباراه دي واثناء المباراه دي، يعني كل التوقعات قبل الماتش تقول لك الفريق الفلاني ده هيكسب، الفريق الفلاني ده
كفته اتقل، الفريق الفلاني ده سكواد بتاعه اجهز اعلى، قول زي ما انت عايز تقول، وبكلمك على ليفل كبير يعني على سكيل. طبعا الجو طبعا هناك واضح انه عاصف يعني، حتى من تمرينه الاهلي امبارح وحتى اللقطات اللي حضراتكم هتشوفوها واضح انه الشتاء هناك شديد، وواضح كمان انه مصحوب برياح واجواء عاصفه. امبارح كانت كمان الاجواء ممطره، حتى الجهاز الفني قرر انه ما يكملش التمرينه، وزي ما ظهرت في الصور اللي جايه لنا من المغرب النهارده كمان انه الجو هناك واضح انه الشتاء يعني. نتمنى طبعا ده ما ياثرش على يعني، او انه الى حد ما ساعه المباراه تبقى الدنيا الى حد ما كويسه يعني، ما بقاش في اجواء اوروبيه، عارفين انتوا التلج بقى والمطر والحاجات دي يعني، لعبتنا يمكن تكون مش متعوده عليها شويه. فنتمنى ان شاء الله انه بكره هو الفريق حاليا في اللحظات اللي يعني احنا بنظهر فيها مع حضراتكم دلوقتي اتحرك من تطوان في طريقه لطنجة او طنجة زي ما بيقولوا عليها يعني اشقائنا في المغرب، وهي طنجة اللي هتستضيف المباراه، ملعب اعتقد ابن بطوطه هو الملعب اللي هتقام عليه مباراه الاهلي واوكلاند سيتي بكره ان شاء الله. هو ملعب تم تجديده بالكامل يعني، يمكن اول ظهور للملعب في شكله الجديد هيكون بكره ان شاء الله في مواجهه الاهلي واوكلاند. عشان كده الفرقتين اتحرموا من ان هم يعملوا التدريبه الرئيسيه على الملعب يعني، لسه واضح انه الاشقاء في المغرب بيحطوا اللمسات الاخيره على الملعب، فبالتالي ما كانش فيه فرصه للفرقتين ان هم يتمرنوا عليه. بس هرجع لموضوعنا مره ثانيه قبل ما نشوف التدريبه او التمرين النهارده واطمنكم على الفرقه، انه التوفيق يصنع الفارق. نتمنى ان شاء الله انه انا واثق طبعا انه، وتصريحات اللعيبه كلها اللي جايه بتقول انه كله مركز بشكل كبير جدا في مباراه اوكلاند. فكره التوفيق تصنع الفارق، تصنع الفارق، حتى لو كان يعني الفريق اللي انت بتواجهه مش مجهول بالنسبه لك او يعني مش معلوم، او حتى لو كان الفريق اللي انت بتواجهه اتقل منك في الناحيه التسويقيه، او حتى لو كان الفريق اللي انت بتواجهه هو بطل اوروبا. الليفر مثلا في نهائي تشامبيونز ليج قدام الريال صاله وجال، صاله وجال عمل كل حاجه في الكوره، وفي النهايه الريال خلص بهجمه وخد البطوله. ده طبعا اللقطات دي زي ما حضراتكم شايفينها اللي بقول لكم، تحرك الفريق من تطوان لطنجه طريق جبلي نوعا ما يعني، حتى كنا بنحاول نتواصل مع زمايلنا في البعثه لكن حتى يبدو انه الشبكه هناك مش مستقره عشان وجود الجبال وكده، فهنحاول نتواصل معهم على مدار الحلقه ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله البعثه توصل بالسلامه لطنجة. من قبلها حتى تشيلسي والسيتي، مانشستر سيتي وتشيلسي برضو دوري الابطال قبل المباراه 99% من سواك تشيلسي هيخسر اللقب، السيتي هو اللي اجهز، السيتي سكواد ما حصلتش، السيتي في افضل حالاته وتشيلسي طالع من موسم سيء جدا، وقد كان برضو نفس السيناريو. فالتوفيق يصنع الفارق بالتاكيد، الاهم انك تكون مستعد. ماتش بكره مش سهل على الاطلاق، عشان بس نحط الامور، احنا اتكلمنا عن الفوارق وانا جبت لكم تاريخ اوكلاند سيتي، والنهارده معايا مجموعه من الارقام المرتبطه بالفريق واحصائياته وبطولاته واخطر اللاعبين فيه، مصادر الخطوره اللي ممكن يشكلها الفريق على الاهلي بكره، طريقه اللعب الانسب طبعا بكره. مستر احنا يعني كل الناس في حيره، هل مستر كولر ممكن يغير من طريقه او من اسلوب لعبه اللي اتعود عليه هنا او اللي شفناه مع الاهلي من اول ما بدا الموسم في بطوله زي بطوله المونديال كاس عالم الانديه؟ هل من الوارد انه يغير ل 4 3 3 ويلعب بثلاثه في نص الملعب بدل ما بيلعب 4 2 3 1؟ مين الافضل؟ مين الاجهز للمشاركه في مباراه بكره؟ اللاعبين اصحاب الخبره اللي عندهم خبره المشاركه في المونديال، ولا اللاعبين الاجهز فنيا وبدنيا ومعنويا ونفسيا؟ كل ده داخل في حسابات مستر كولر. النهارده التمرين الاخيره على نفس الملعب، ملعب ثانيه الرمل طبعا، في ملعب في يعني ملعب فرعي في استاد تطوان في المغرب استعدادا لماتش بكره. وزي ما حضراتكم شايفين كل لعيبه الاهلي الحمد لله يعني جاهزين للمباراه، ومستر كولر قبل تمرينه يعني عمل زي محاضره فنيه اتكلم فيها مع اللاعبين على متطلبات المباراه دي وكيفيه التعامل معاها. وبعد كده اندرياس اندويا قد ده الملعب اللي هيستضيف المباراه، ده ملعب ابن بطوطه اللي هيستضيف بكره مواجهه الاهلي واوكلاند سيتي،
وزي ما عرفنا بما انها مباراه افتتاحيه طبعا البطوله، تذاكر المباراه نفذت بالكامل، فبكره هيكون في حضور جماهيري اعتقد طبعا اغلبه او الاغلبيه الكساحه فيها تكون من اشقائنا في المغرب، اللي ما عنديش شك، ما عنديش شك ابدا ان هم هيقفوا في ظهر النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله في كل مبارياته، بما انه بعيد عن سكه الوداد. يعني طبيعي جدا من الناس طبعا لو حصل انه المواجهه بين الاهلي والوداد انه اكيد طبعا احنا لعبنا في المغرب وعارفين، لكن في النهايه اعتقد انه مشوار الاهلي سواء مع اوكلاند سيتي او لو ان شاء الله ربنا وفقنا ونجحنا في تجاوز المباراه دي ولعبنا مع سياتل ساوندرز، عندي يقين انه جماهير المغربيه هتقف في ظهر النادي الاهلي، ورهاننا كبير على مستر كولر حقيقه. يمكن الراجل في كل المناسبات باستثناء كده يعني كبوات بسيطه، لكن الحقيقه الراجل في كل المناسبات قدم مباريات كبيره جدا وقدم مردود جيد جدا، واجمالا يعني مشوار الاهلي معاه اكتر من رائع، سلسله لا هزيمه. نتمنى انه يعني ما نتمناش احسن من انه سلسله اللا هزيمه تستمر حتى نهايه البطوله دي، وده معناه يبقى تتويج الاهلي باللقب ان شاء الله باذن الله. فكل شيء ان شاء الله وارد، تركيزنا مباراه بمباراه، حلم الاهلاويه كبير جدا بس نوصل قبل النهائي، ده حلم الكبير قوي، ساعتها نبقى نفكر في المرحله اللي بعد كده. عشان تعمل ده محتاج تتجاوز بكره الاربع 1 فبراير اوكلاند سيتي، ويوم السبت ان شاء الله من بعده سياتل ساوندرز. اذا قدرت تتخطى العقبتين دول الاهلي مع ريال مدريد بعد اسبوع تحديدا يوم الاربع 8 يناير. كولر كان بيتكلم على اللقاء وقال ما عندناش هدف غير ان احنا نوصل لبعيد، يعني ما قالش ان احنا بقى جايين نحقق مركز اول ولا جايين نحقق برونز، قال لك احنا عايزين نوصل لابعد مدى، ده هدفنا، وعشان نوصل لده طريقتنا في ده هتكون التركيز في كل خطوه بشكل منفرد، يعني هناخد كل ماتش بماتش، ما بنذاكرش وما بنتكلمش وما بنعرفش حاجه خالص عن سياتل ساوندز، كل تركيزنا محطوط على فكره المباراه بتاعت بكره، واللعيبه ما بتتكلمش غير على اوكلاند سيتي، وانا شفنا ماتشات للفريق وذاكرنا الفريق كويس وعرفنا تعرفنا على نقاط القوه فيه ونقاط الضعف فيه ومستعدين للتعامل معاه، ده كلام مستر كولر وهو كلام محترم جدا. نفس الكلام اتكلم عليه الشناوي وقال انه حتى في الجلسات اللي بتحصل بين اللعيبه وبعضها، وخصوصا طبعا انت عندك يعني عندك لعيبه النهارده عندها خبره كبيره جدا في ماتشات كاس العالم، عندها رصيد كبير جدا من المشاركات امام فرق تقيل من عرض تقيل، وبالتالي كيفيه الاستعداد والتحضير النفسي والمعنوي قبل المباراه، يعني سيبك من التمرين او سيبك من كلام المدير الفني، لكن انت كلاعب عشان تقعد بينك وبين نفسك تحضر وانت بكره الصبح عندك مباراه مع بايرن ميونخ، او انت بكره الصبح عندك مباراه مع بالميراس، ولا بكره عندك مباراه مع مونتري، فاهم؟ بتبقى الى حد كبير جدا محتاجه مجهود من كل واحد ويشتغل مع نفسه. فاللعيبه عندها المخزون ده الحمد لله محترم جدا، وخاضوا مواجهات من العيار الثقيل كتير جدا، فبالتالي ده ان شاء الله يكون عامل مساعد في ماتشات بكره. ده كلام على لسان طبعا محمد شناوي نجم النادي الاهلي، اللي اعتقد انه مكانته يوم بعد يوم بتزيد قوي وبتكبر جدا عند كل الجمهور الاهلاوي. فاصل ونرجع نكمل السادسه. تاريخ كبير قوي، يعني فلاش باك كده، رجعنا من اول مشاركات الاهلي في البطوله في بدايه الالفيه، اجيال ورا اجيال ونجوم كبار جدا واجههم النادي الاهلي ولعب معاهم نجوم النادي الاهلي في البطوله. نتمنى ان شاء الله تكون بطوله ممتعه وناجحه بالنسبه للاهلاويه فيما هو قادم. خلينا نروح لانجلترا، خليني اقول لكم بس بدايه انه اطمنكم يعني على نجم طبعا الارسنال ونجم منتخب مصر محمد النني، اللي النهارده وحسب تصريحات مسؤولي الارسنال اجرى عمليه جراحيه الحمد لله ناجحه، ولكن طبعا هتستدعي غيابه لفتره طويله. ضيفي النهارده في السادسه هو براين ماجدرموت، وهو واحد طبعا من نجوم الارسنال السابقين وكان مدير فني ايضا سابق لفريق ليدز يونايتد، وبالمناسبه هو كان مسؤول عن اكتشاف اللاعبين او عن كشافين في فريق ارسنال في الفتره اعتقد من 2014 لغايه 2020، وكان صاحب فضل كبير جدا في متابعه واكتشاف وتقديم النني من بازل السويسري للارسنال الانجليزي طبعا في بدايات مشوار النني في انجلترا. هو ضيفنا في السادسه، نرحب بيه بدايه، نقول له اهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي وكل الشكر ليك طبعا على مشاركتك معنا في السادسه، اهلا وسهلا. نعم شكرا جزيلا، انا اتطلع للحديث معكم. يعني بدايه عشاق الارسنال في مصر وجماهير المدفعجيه
بيشكروا الحقيقه الارسنال على موسم اكتر من رائع، موسم استثنائي، موسم بيفكرنا بالارسنال البطل. السنه دي ارسنال مع ارتيتا بيقدم وجه مختلف وناجح حتى اللحظه، فلازم اقول لك مبروك. نعم، حتى الآن هو موسم استثنائي. أرتيتا وفريقه قد قاموا بعمل استثنائي وعمل رائع، تجاوزوا العديد من المباريات الصعبة. لديه فريق قوي، لديه فريق ناجح، ويجب عليها أن يقاتل كما قاتل أرسنال من قبل. دعنا نرى ماذا سيحدث هذا الموسم. كان امرا رائعا ما نراه من ارسنال هذا الموسم، يقدمون كره قدم رائعه، كره قدم نموذجيه على مستوى اللاعبين والمدير الفني. من وجهه نظرك الشخصيه كبراين ماكديرموت، واحد من نجوم الارسنال، هل بتشوف انه ارتيتا مع فريقه قادر على الحفاظ على فرصه والتتويج بالدوري الانجليزي الموسم الحالي؟ اعتقد ان الامر صعبا، ولكنه من الممكن أن يحدث ذلك. المباراة ضد مانشستر سيتي ستكون مهمة وصعبة للغاية، ولكن كلما لعب الفريق بشكل أفضل، لدينا مهارات، لدينا العديد من المهارات على المستوى الهجومي القادرين على إحراز الأهداف، وكذلك مانشستر سيتي، فأعتقد أن الأمر متاح للفريق أرسنال إذا استطاع أن يفوز على مانشستر سيتي في المباراة القادمة. إزاي بتشوف الميركاتو الشتوي اللي قام بيه أو قامت بيه إدارة الأرسنال، ومازال الحديث عن جورجينيو طبعا نجم إيطاليا ونجم تشيلسي مازال قائم، تقييمك للميركاتو وحجم وتأثير الصفقات فيما هو قادم من مواعيد بقى؟ بالنسبة لصفقات الشتاء، أعتقد أن صفقة تروسارد كانت مهمة جدا. أنا أعرفه جيدا منذ أن كنت كشافا في فريق الأرسنال، أردت أن أحضره للأرسنال من 4 سنوات وتطلعت لهذه الخطوة، فأعتقد أني أعرف تروسارد جيدا، وأعتقد أنها صفقة مهمة للفريق. وبالنسبة لجورجينيو، هو بطل، هو اعتاد دائما على اللعب في فرق البطولة، ستكون صفقة مهمة، وأعتقد أن صفقات الشتاء جيدة إلى حد ما بالنسبة لأرسنال. طيب خليني أسألك في نقطة الكشاف أو يعني استكشاف المواهب، وأنا عارف يمكن كنت بقول في المقدمة أن كان ليك دور كبير جدا في انتقال النني للأرسنال. إزاي بتتم عملية المتابعة للمواهب دي؟ وأنا عارف أنه مدرسة الأرسنال بتعتمد على اكتشاف المواهب في سن صغير، ما بتراهنش بشكل كبير جدا على شراء النجوم بمبالغ فلكية. إيه هي المعايير اللي بتدور عليها في أي لاعب بتكتشفه؟ وإيه هي آلية المتابعة؟ هل بتتابعه عن طريق الفيديوهات؟ هل بتتابعه عن طريق المتابعة المباشرة في الملاعب؟ وإيه هي فترة المتابعة الكافية للحكم أو تقييم أي موهبة تنضم للأرسنال من عدم؟ في البداية أنني لاعب رائع، أنا تابعته منذ أن كان في بازل حتى انتقل إلى أرسنال. أنا أحب أنني كثيرا، هو لاعب رائع ومناسب جدا للأرسنال، يستطيع أن يلعب في أكثر من مركز في منتصف الملعب. أرسنال لديهم كشافين كثيرين في كل أنحاء البلاد. أعتقد أن الخطوة ناجحة، يوجد أكثر من خطوة بالنسبة للكشافين في أرسنال كما ذكرت، وأعتقد أن أرسنال من أنجح الفرق على مستوى العالم في هذه المرحلة. إزاي بتتم متابعة اللاعب ده؟ يعني هل بتتابعه متابعة مباشرة؟ هل بيتم إرسال ناس لمتابعته في المباريات؟ هل بتكتفوا بأنه تشوفوا مثلا بعض الفيديوهات اللي بيتم إرسالها ليكم؟ وإيه هي الفترة الكافية للحكم أو لتقييم موهبة أو يعني جاهزية أي لاعب كرة؟ أحيانا يكون الأمر
أعتقد أحيانا أن يكون الأمر نعطي أنفسنا حوالي من 30 ل 40 مباراة نتابع اللاعب، ربما أقل من ذلك، ولكن نتابع اللاعب جيدا ونرى إذا كان مناسبا للفريق كما حدث مع جورجينيو. الأمر ليس عبثيا وإنما نتابع اللاعب جيدا، وإذا لم يكن أسلوب اللعب الخاص باللاعب مناسب للفريق، ربما نشاهد بعض الفيديوهات الإضافية لنتأكد من هذا. بيقال أن الأندية الكبيرة في إنجلترا زي الأرسنال واليونايتد وتشيلسي والسيتي بتفضل دايما أنها تجيب اللاعبين اللي بيلعبوا في أوروبا حتى لو كانوا من أسيا أو من أفريقيا، ما بتفضلش التعامل مع الأسواق بتاعتهم بشكل مباشر، رغبة منهم في أنهم يتأكدوا أنه عنده القدرة على التكيف والتعامل مع أي منظومة احترافية. هل ده صحيح؟ وهل ممكن أنت ككشاف أو أحد الكشافين في الكرة الإنجليزية يشتغل على مثلا السوق في أفريقيا أو السوق في مصر بشكل مباشر ولا لا؟ لا لا، أي دولة نذهب إلى لأي سوق ونتعامل مع جميع الأسواق في العالم. الأرسنال لديهم كشافين في برازيل وأرجنتين وفي آسيا، وبالطبع لقد قمنا بعملية كشفية خاصة بالنيني من قبل وهو كان لاعبا مصريا. أعتقد أن لدينا كشافين في كل أنحاء العالم. هذه عملية عالمية بالنسبة للأرسنال، ننظر للاعبين حول العالم إذا كان مناسبا للعب في أرسنال أو لا. بمناسبة الكلام عن نيني، يهمني أطمن منك عن حالته. تصريحات في مسؤولين النهاردة في الأرسنال بتقول أن العملية الجراحية اللي تم إجراءها نجحت بشكل كبير، ولكن من المتوقع أنه يبتعد لفترة طويلة، فإذا كان عندك أي تفاصيل نطمن منها منك على طبعا النجم المصري محمد النني، يا ريت نعرفها. لا، حتى الآن ليس لدي العديد المزيد من التفاصيل، فقط الأخبار المتداولة خاصة بالنني. من الواضح أن النني خسارة كبيرة لأرسنال غيابه طوال هذه المدة حتى نهاية الموسم. أعتقد أن هذا من سوء الحظ بالنسبة للفريق واللاعب. سؤال تاني مرتبط ببقاء النني في الأرسنال من عدمه، لأنه في أكثر من موسم سابق كان دايما قبل بداية الموسم يتردد كلام على أنه النني سيرحل أو أنه النني تلقى عروض وأنه إدارة الأرسنال بتفكر في الاستغناء عنه. هل بتشوف أنه ده ممكن يكون الموسم الأخير، ولا من الوارد في حالة تتويج الأرسنال أنه يمتد أو تمتد العلاقة بين النني والأرسنال؟ الأمر قد قيل في العديد من السنوات هذا الأمر. أعتقد أن هذا صعبا، أعتقد أنه طالما كان قادرا أن يؤدي في الملعب ويقوم بمهامه وقادر على التعامل والاندماج مع فريقه، وهذا أمر جيد جدا بالنسبة لنني، لأنه على المستوى الشخصي رائع جدا، على المستوى الإنساني وعلى المستوى الشخصي، فأعتقد أنه سيستمر مع أرسنال. تجربة النني في أرسنال وتجربة محمد صلاح في ليفربول، ليه ما شجعتش عدد من الأندية الإنجليزية على اكتشاف مزيد من المواهب في الكرة المصرية، علما بأن الكرة في مصر على مستوى الألقاب أندية كانت أو منتخبات متقدمة بشكل كبير جدا، منتخب أول، منتخب الشباب، الأندية المصرية، وخصوصا طبعا الأهلي المصري اللي انت بتشرفنا على شاشته دايما دايما، هم أصحاب منصات التتويج رقم واحد في القارة الأفريقية. لا، في الحقيقة لا أعرف لما الأندية الإنجليزية ليست متشجعة لهذا الأمر. لديكم لاعبون رائعون في مصر وجيدون كفاية ليشاركوا في الدوري الإنجليزي والأندية الإنجليزية، لديكم لاعبون من المستوى العالي جدا. لا أعرف السبب الرئيسي وراء هذا. أعتقد أن الأرسنال كان لديه خطوات في هذا الأمر في كشف العديد من المواهب المصرية. أعتقد أن الأرسنال على سبيل المثال إذا وجد أن هناك لاعبا مناسبا للعب في النادي فلن يتأخر. سريعا وسؤالي الأخير، هل بتشوف أن أرتيتا هو الوريث الشرعي لأرسن فينجر، وهل تتوقع أنه قادر على تحقيق مشوار ناجح زي ما حصل للأرسنال مع أرسن فينجر في السابق ولا لا؟ أتمنى ذلك.
أتمنى ذلك بالنسبة لأرتيتا. أدى مهمة رائعة في آخر ثلاث سنوات مع أرسنال. أعتقد أنه يجب عليه أعتقد أني أو أتمنى ذلك أن يتوج بدور الأبطال ويتوج بالدوري الإنجليزي. سيكون أمرا رائعا بالفعل. براين ماجدير موتنيك طبعا أرسنال الإنجليزي والمدير الفني السابق لليدز يونايتد، بشكرك شكرا جزيلا، وكل التهاني لأرتيتا ولكل عشاق أرسنال على موسم أكثر من رائع وكرة محترمة جدا بيقدمها الأرسنال في الدوري الإنجليزي. فاصل ونرجع لكم مع نجم حلقتنا النهاردة، والكلام طبعا مستمر عن الأهلي في مواجهة أوكلاند سيتي مع نجمنا النهاردة كابتن عمرو الحديدي بعد الفاصل. قبل انطلاق المشاركة الثامنة في التاريخ الثالثة على التوالي، هيكون لنا وقفة النهاردة طبعا مع مواجهة بكرة الأهلي في مواجهة أوكلاند سيتي، وخصوصا أنها مواجهة بين أكثر فرقتين شاركوا في البطولة. أوكلاند طبعا في المرتبة الأولى برصيد 10 مشاركات، الأهلي في المرتبة الثانية برصيد 8 مشاركات، ولكن مشاركات الأهلي تختلف سواء من حيث النتائج أو عدد المباريات اللي خاضها، فبالتأكيد طبعا الأهلي خبرته كبيرة جدا، وخصوصا بالنسبة للجيل الحالي. البطولة الأول أو البطولة الأولى دايما بتبقى صعبة، الثانية بتبقى أسهل، فبالك بالثالثة اللي أعتقد أصحاب الخبرات الكبيرة النهاردة في النادي الأهلي عندهم خبرة كبيرة جدا في المشاركة. وعن الخبرة هنتكلم، وعن المواجهة برضه هنتكلم مع نجمنا النهاردة كابتن عمرو الحديدي. مساء الخير يا كابتن عمرو. مساء النور يا كابتن احمد. ما لعبتوش انتوا كاس عالم؟ ما لحقناش. فلتوا انتوا كانت لسه ابتدت البطولة، يعني البطولة ابتدت اعتقد او الفكرة اتولدت في 2001 يعني. اه طب لا كان بعيد خالص، كانش يعني كانش فيه في جيل التسعينات. جيل التسعينات في الوقت ده كان يعمل كان على ايامه حاجة اسمها الافرو اسيوية. بس احنا هي كانت بطوله افريقيا وشفنا نجوم كبيره لعبنا عليها في 93 94 لما خدنا البطوله هنا في القاهره. كان امنيه حياتنا تبقى اكتر واكتر يعني كانت بطوله عربيه، بطوله افريقيا عربية. نخبه سوبر الحاجات. لما بتيجي تشارك في بطوله لاول مره يعني بيبقى البطوله ليها رهبه، بيبقى ليها تعامل مختلف غير لما بتلعبها اكتر من مره او بتفوز بيها اكتر من مره. لا هو بيبقى بس انت في الاول، اول لما بتبقى البطوله دي اول مره بتبقى حاطط لها حسابات كتير والتركيز بيبقى على درجه. ايوه. لتاني مره انت ب 90% عندك خبرات من الفرق اللي شاركت معاك اول مره. تمام. فبتبقى بص عليها متخيلها، مع طبعا في اسماء كبيره انت بتبقى عارفها من الميديا ومن الفرجه عليها في اوروبا. الاهم انت بتستفاد ايه؟ بتستفاد الاجواء اللي انت بتبقى موجود فيها، بتستفاد طريقه اللعب، بتستفاد الاخطاء اللي انت شفتها ان انت ما قدرتش تحقق تتويج معين لمثلا لمنصه التتويج الثانيه او الاولى، فبتشوف ايه هي الاخطاء اللي انت وقعت فيها كلاعب وبتتلاشاها في ثاني سنه. ايوه. اما بتبقى اول سنه دي وجهه نظري ان الاولى تملي اللي بيتعمل عليها بروباجندا كبيره. انت بتحط نفسك في قالب وفي تركيز اكتر من اي وقت ثاني. ايوه. يعني انت مثلا ساعه ما كان كاس العالم موجود كل الناس اقصى الطموح قالت لك الفرق الافريقيه هتوصل، ما حدش كان متوقع المغرب هيوصل للدور الاربعه. دور الاربعه. هو ده بقى خليني كده تملي مجهول، وخليني تملي مذاكر كويس، وخليني تملي شغال على نفسي، وفجاه ببقى ظاهر للناس كلها، بتبقى المفاجاه ليك انت مش مفاجاه ليهم هم مفاجاه، فانت ساعتها بتتوج ما حدش بيلحق بقى خلاص القطر عدى. اه بس الاهلي النهارده بقى معروف للجميع، وبقى معروف انه فريق دايما بيشارك في البطوله، وبقى معروف كمان انه فريق قادر يحقق فوز على اي بطل. يعني احنا القاره الوحيده اللي ما قدرناش نكسب بطلها لغايه دلوقتي هو بطل اوروبا، حصلت بينا يمكن مواجهه مع بايرن ميونخ وما قدرناش نتجاوزه، لكن فزت على بطل امريكا الجنوبيه، فزت على بطل امريكا الشماليه، فزت على بطل اسيا، ما فيش قاره ما عدتش على الاهلي. بص يا استاذ احمد، في نقطه مهمه قوي، اللعيبه بخبراتها وبتقلها في الملعب شكل، والدكتور اللي موجود معاها في شكل. مين الدكتور؟ المدير الفني كولر. طب خلينا نقف عند كولر وعن ماتش بكره، بس هنروح لفصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن عمرو. الحمد لله الشمس طلعت، يعني طبعا دي لحظات بنناها لحضراتكم على الهواء من وصول بعثة نادي الأهلي لمدينة طنجة، إن شاء الله بإذن الله تشهد لقاء الغد المباراة الافتتاحية في بطولة كأس العالم الأهلي وأوكلاند سيتي. أجواء متغيرة ومتقلبة بشكل عنيف، يعني من خلال متابعتنا طبعا بشكل يومي هنا كابتن عمرو للجو في المغرب،
زي ما حضرتك شايف كده يعني من دقائق بسيطه جدا كانت الدنيا رياح شديده، ولا يمكن الموضوع في طنجه مختلف عن تطوان بقى مش عارف ولا ايه؟ ممكن، بس اعتقد لعيبه النادي الاهلي كلها سافرت المغرب قبل كده. امبارح كان مطر وتلج، مطر وتلج دي معروفه. بس يعني خلاص لعبت قبل كده في تلج يا كابتن عمرو؟ الاجواء دي بس في اوروبا، ما كانش في قبل كده في المغرب، اجواء تخص المغرب او دوله عربيه يعني. ايوه احنا التلج بقى بينزل في المنطقه العربيه عادي دلوقتي والله بجد. يعني لا بص احنا تغير المناخ غالبا داخل على قاره افريقيا وقاره اسيا بشكل عنيف. انا مقتنع بحاجه واحده، ان انا لما بكون بفكر ان انا هلعب او هكون موجود وسط التشكيل او ال11 اللي موجودين ما بفكرش في حاجه حواليا، مش جاب الجو. لا بس بتفرق برضه يا كابتن عمرو، بتفرق في حاجه واحده. انا فاكر في ماتش من موسمين ثلاثه كده كان بيتلعب في برج العرب عندنا هنا، و كانت شاورز كانت يعني سيول، فماتش ما كانش ماتش كوره يعني. كان ماتش عادي زمان، ما تعودناش على الاجواء، ما تعودناش على الاجواء دي. فما هنكون موجودين في اجواء زي دي، اعتقد ان يعني البطوله اللي احنا رايحينها ديت اللعيبه من قبل ما تمشي من هنا من ماتش بنك الاهلي مركزه وليها هدف، عارفه تعمل ايه. طيب رهان بكره على كولر، او الرهان مش بكره، الرهان في البطوله عموما على كولر. والراجل حقيقه على المستوى المحلي قدم مردود كويس جدا، تقدر تقول انه قدم اوراق اعتماده، يعني خلينا نقول انه راجل قدم اوراق اعتماده، سواء على مستوى تطور عدد من اللاعبين بشكل فردي او على مستوى الكره الجماعيه اللي بيقدمها النادي الاهلي كاداء ونتيجه. بقى لنا فتره طويله جدا كنا بنقول بنكسب بس الاداء مش احسن حاجه، الجمهور راضي عن النتائج لكن مش راضي عن الاداء، لكن مع كولر حاسين انه في نقله نوعيه. قول لي شايف ده ازاي، وايه تقييمك للاضافه اللي عملها كولر على فرقه الكره في النادي الاهلي؟ بص يا استاذ احمد، اول حاجه النادي الاهلي في الفتره اللي كان الناس كلها بتحكم على كولر حكمت عليه في اول 6 اسابيع، وحكمت عليه في مباراه الزمالك في السوبر، لا الراجل بيذاكر لعيبه النادي الاهلي زي ما الجماهير بتذاكر كولر. انت ايه اللي هتضيفه للنادي الاهلي؟ هتكون اضافه ولا لا؟ اول حاجه الراجل ما اتكلمش عن ثباته، ثقته في اللعيبه. كم الاصابات اللي كانت موجوده عنده في اول لما جه كان كتير جدا، كانت مستشفى النادي الاهلي مليانه لعيبه، شويه واتضاف عليهم اكرم، واتضاف عليهم كريم، واتضاف عليهم مصطفى شوبير. الراجل في الوقت ده كان بيثبت طريقه لعب يقنع بيها الناس بشغله، انت عندك لعيبه وعندك قماشه معينه بتشتغل بيها، بس في نفس الوقت عايز اللي يعرف يتعامل معاها. حتى طريقه لعب الناس كلها شايفه 4-2-3-1، وانا شايف 4-3-3، وشايف 4-1-4-1، واحد او اتنين لعيبه موجودين في الملعب بيغيروا طريقه اللعب. شفنا مهام جديده في ارتفاع مستوى الاداء الفردي، هقولها الاول وبعدين الجماعي. الفردي في محمد هاني، في حسين الشحات، في تفوق حمدي فتحي، زياده في تالقات ديانج اللي هو واحده عنتريه وسط كل 3 هجمات، الشغل الفردي اللي هو اقنع الناس كلها في المؤتمر الصحفي وقال لك انا اللي بطلب من احمد عبد القادر يشتغل بالمراوغه واحد على واحد ويستعمل مهارته. نيجي بقى للجماعيه، الربط انك بتلعب قفشه 8 وبتخلي حمدي هو اللاعب الخفي اللي بيجي من ظهر الفيرود اذا كان كهربا ولا شريف. ارتفاع مستوى البدني لعيبه النادي الاهلي بان لعيبه النادي الاهلي شغاله ازاي، والغير اللي بره بينزل يشتغل بنفس اللي انتهى منه اللاعب في الشوط الاولاني. تثبيت تشكيل، يعني ابتدى يحط شكل، ما بقاش عندك حيره في اختيار 11 لعيبه النادي الاهلي. الصفقات اللي هو جابها على رؤى عينه، خالد ومروان وكريستو، تحس ان هم لابسين لبس توب النادي الاهلي من بدري. وقندوسي احمد جاي، احمد بقاله فتره احنا طالبينه، بقاله فتره احنا بنتكلم عنه. احنا الكلام على قندوسي يمكن ابتدى، انا اتكلمت عليه هنا في قبل كولر بكتير، قبل ده الكلام ده على في ماتش وفاق الصيف، بعد ماتش وفاق الصيف دوري ابطال السنه اللي فاتت، الموسم اللي فات، يعني بنتكلم في موسم كامل. انت في الوقت اللي انت اخترت فيه 2 لعيبه جربتهم فين؟ في اهلي وزمالك، راجل سيرد باك اول مره يلبس توب النادي الاهلي، شخصيه باينه لايقه، واما جيت تفكر تدي مرانة عشان تحسسه في ملعب جريء وليه شخصيه وما بيخافش. هو ده اللي النادي الاهلي محتاجه، محتاج بلغه الكوره او بلغه لعيبه الكوره خارج الملعب جعان كوره، عايز يثبت للناس انها لعيب كويس. تمام. عوده كهربا من ضمن حاجات الراجل بيقول لك انا جات لي فكره جنونيه ان انا العب كهربا. هو الاجانب بيبقى لهم فكره جنونيه وليهم تهور في الاختيار؟ لا. كابتن ياسين ميكيري المحلل الاداء اللي موجود ده كان مع كهربا في سويسرا، مظبوط، 457 ولا 480 ايا كان، ما ياخدنيش الذاكره، في عدد الايام الراجل ادى وادى بوضوح، وعمل في مباراه سموحه اسيست وجاب هدف واسيست 2 في ماتش الزمالك، ترجم ده لهدف حتى وهو خارج بيحفش شريف بيقول له يلا. عوده شريف للتهديف،
خلاص احنا بنقول دلوقتي المنظومه مكتمله، فاضل بقى تنتهي. تنتهي ازاي؟ الجراح الكبير اللي موجود في النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب بيخش في الوقت الميقاتي بيحسم كل حاجه اذا كانت للعيبه او للمستر كولر. كولر وقته وتربيته ومذاكرته ودراسته للعيبه النادي الاهلي والشكل اللي هيلعب بيه والالفه والانسجام اللي ما بينهم قال في المؤتمر الصحفي انت توعد بيه، قال لك انا ما تكلمنيش في وعد، اللي قبلي ما وعدش، انا ما بوعدش بحاجه، انا عارف انا بشتغل مع فرقتي ازاي وباخد ملف ملف على حده. خلاص انا بحب الواقعي، بحب التقيل، راجل بيذاكر، الناس كلها بتعلق، هو ماسك الورقه بيقول ايه؟ زي ما انت بتذاكر في الملعب في اسلوب، انا بذاكر في الملعب على ورقه وقلم. انت بتكتب ايه؟ ايوه بيكتب ايه صح؟ ماشي الناس كلها علقت. ايوه لا لا السوشيال ميديا قالت على سواريش ده راسم وبيدي الكريم عشان كينوم يروح بيها لغايه الملعب ويكلم زميله طب ما يجيب اللاعب ويشرح له الموضوع. كل شيخه ليه طريقه، الراجل ده ليه طريقه معينه. لا بس كلمه هو بيكتب ايه دي بسمعها كتير قوي، يعني بتبقى قاعد مع اصحابك والناس بتتفرج على الماتش. طب هقول لك على حاجه، مره جت هو الراجل بيشتغل في تفاصيل كتير جدا، ووارد جدا يبقى مسجل تفصيله صغيره تبان بالنسبه للجمهور ما هو ما الشيء يذكر. لكن الورقه اللي معايا يا استاذ احمد ثلاث ورقات في حجم واحد، ورقه فيهم طريقه الشغل او التشكيل في الملعب شكله ايه، ورقه ثانيه بيعلم فيها ايجابيات الشوط الاولاني او لايجابيات كل لعيب، والحاجه الثانيه بدايه الشوط الثاني بتاعه بيشتغل ازاي، وشوف هو بيقلب الورق او لما بيجي يخرج من الملعب بيشتغل بالورقه رقم ثلاثه اللي هي بتبقى مفاجاه الناس، ان الراجل بيبقى كل مفاتيح لعب الخصم هو درسها جس نبضها في الشوط الاولاني، ويبتدي مصادر القوه عنده تشتغل وتضييق المساحات تبقى ظاهره، والكونتر اتاك بالقوه الهجوميه للنادي الاهلي تشتغل الشوط الثاني. انت شايف ان كره كولر في الشوط الثاني بتبقى افضل بكتير جدا من الشوط الاولاني؟ اي حد يعني دي سمة اي حد سمة مش كولر. كولر بيتكلموا عنه ان هو بيعرض وليه بيتاخر في الغيارات، كولر بيجس نبض 45 دقيقه ياخد من الفرقه اللي هو عايزه، وبيمتلك نقاط الضعف جوه الفرقه الخصم ويعلي نقاط القوه عنده، بيشتغل الشوط الثاني 50 دقيقه باينين كل اللعيبه مستوى واحد بدني واحد جوه الصندوق، عندهم اريحيه كامله يشتغل زي ما هو عايز. ناس كتير مستسهله ماتش بكره كابتن عمرو مع الـ مع الـ او ناس كتير شايفه انه ماتش بكره مش المفترض يكون فيه كلام، يعني نبتدي نتكلم من سياتل ساوندرز، شايف انه الكلام ده صح ولا الكلام ده غلط؟ وايه اللي كان بيحصل في اوضه اللبس دايما بينكم وبين بعض لما يكون الاهلي راح يقابل فريق بالنسبه له مجهول؟ اوكلاند سيتي اللي احنا هنقابله بكره مش هو اوكلاند سيتي اللي احنا قابلناه من مش عارف ايه 15 سنه مثلا، فرقه مختلفه تمام. والنهارده بنتكلم على انه في نيوزيلندا كانت الكره دايما معتمده على القوه والالتحامات واللياقه البدنيه العاليه. النهارده الناس في نيوزيلندا بيشتغلوا مع الاسبان وعايزين يقربوا شويه الكره يعني النيوزيلنديه قريبه تبقى شويه فيها من الكره الاسبانيه. بص يا استاذ احمد، احنا ما فيش حاجه اسمها مباراه سهله وتعدي، انا بعتبر ان مباراه بكره مباراه نهائيه هي اللي هتوصلني للمرحله اللي بعد دي. ولو لا قدر الله حصل اي حاجه انا رجعت، انا بفكر بواقعيه، الراجل بيشتغل بملف بفكره، واللعيبه ليها هدف وليها طموح ان احنا بنتوج منصه التتويج. لا انا بسألك كابتن عمرو بيفكر فيها ازاي؟ ممكن تقول لي سهله لو عملنا كذا، او ممكن تقول لي صعبه واوجه صعوبتها على الاهلي 1 2 3 4. انا هقول لك على حاجه، هي نجاحها او سهولتها ان النادي الاهلي باسمه وتاريخه يقدر يسيطر على مجرد المباراه بتاعت اوكلاند سيتي. يعني انا معلش انا اسف بس هقول لك واسيبك تكمل. البرت ريرا المدير الفني لاوكلاند سيتي تصريحاته في الصحافه النهارده بيقول ايه؟ بيقول لك لا يا جماعه احنا فين والاهلي فين؟ الاهلي فريق كبير جدا واحنا يعني بس خلاص استعمل العمل النفسي سمعنا كتير بالظبط كده. يعني ساعه ما كان موسيماني في سان داونز كان بيقول لك انا ما اعرفش اقرب من فايلر وهشتغل ازاي، واول لما كسبنا 5 بقى موضوع واقعي والامر طبيعي. خلاص النادي الاهلي عنده خبرات ما يكفي، متوسط الاعمار اللي موجوده في النادي الاهلي نفس متوسط اعمار الفرقه بتاعت اوكلاند، بس الراجل لما جه يجيب يطعم طعم بست لعيبه كلهم مدافعين، ولما بيجي يشتغل تخيل بقى ما بيجي يشتغل مثلا في الكوره الثابته بيشتغل ان لو رفع اشارته على ايد واحده يبقى اللعب على العرضه القريبه، لو باثنين الايدين يبقى متحركه، لو ثلاث ايدات حريه اختيار اللي بيعمل الكره ثلاثه ازاي حاجات. ما هو مثلا دلوقتي لو انا عملت ايدي بس كده يبقى على العرض القريبه ميش. لو عملت ايدي الاثنين كده تبقى جوه الصندوق ثلاث لعيبه. لو ما رفعتش ايدي خالص اللعيبه اللي بتطلع على بوز ال 18 بتشتغل حسب رؤيه اللي بيرفع تمام، مش بيبقى متفق عليها اللي هي ايه حريه الاختيار. يعني كل واحد بالظبط ابدع زي ما انت عايز، اتحرك على القريبه اتحرك على البعيده اعمل روتيشن واعمل تدوير زي ما هو عايز دي حسب اللي تبقى كنا احنا بنعملها في التسعينات. كان الكابتن رضا لما يرفع او كابتن مجدي طلبه انا اروح على القريبه على طول باستمرار. في حاجات كده. اما لعيبه النادي الاهلي الخبرات والاداء دلوقتي كاغلب الفرق بتقف كل الفرقتين بيقفوا في 6 يارد
لا مفيش حد بيشتغل. بص دلوقتي في حاجتين مش ما شفناهوش بقالنا كتير، اللعب على الارض القريبه غير المتحرك مش الثابت، والكورنر المتحرك اللي هو 2 على 1. انا فاكر في مدير اعتقد مستر هولمان، يعني في كورنر في فتره او في سيزون من في موسم من المواسم كان على طول طريقه التنفيذ الكره تتلعب على اول لاين في ال 6 يارد هارس، يمكن هارس، يمكن هارس 93 94 تقف على على 6 على خط الاولاني بتاع 6 يارد كده، فلاعيب يلمسها يزحلقها براسه يجي حد يجي الثلاثه من ورا. كان بيبقى جمال السيد كابتن حسام وكابتن رمضان وكابتن ايمن شوقي وعبد الرحمن اللي بيجيدوا العاب الهوا. ايوه بعد كده وصول، انا اسف كابتن عمرو، ده وصول طبعا بعثه الفريق لمقر الاقامه لسه حالا على الهواء مباشره. طبعا بنقول لكم لقطات حصريا على شاشه الاهلي من وصول بعثه الفريق. طبعا طاهر، محمد طاهر راجل مقتنع قوي بطاهر، وطاهر مع كولر قلت لحضرتك وطاهر لا خليني اقول برضو طاهر مع كولر ظهر بشكل الحقيقه زي ما كنا مستنيين منه وزي ما احنا عارفين امكانيات طاهر. الناس كلها بعد ما مشي موسيماني وسواريش قال لك طاهر ممكن يبقى مش موجود في حسابات الخواجه اللي هيجي. طاهر اجتهد على نفسه واشتغل، اقنع الراجل في الحته الهجوميه والحته الدفاعيه ناحيه اليمين ناحيه الشمال اجاد فيها، فالراجل يبقى انا عندي لعيب جوكر ازاي ما استفدش منه. بص كمان استاذ احمد نقطه مهمه جدا، بص النادي الاهلي بكيانه باسمه بشكله، كابتن محمود اول لما نزل مطار المغرب طلب مقابله الاتحاد المغربي عشان يبارك لهم على اللي هم عملوه وحققوه في كاس العالم. كاس العالم منتخبات الحاجه دي ما بتحصلش الا عندنا احنا بس في النادي الاهلي وكابتن محمود. انت يعني هو بيبلغوا فرحه الشعب المصري، فرحه العرب انكم انتوا وصلتوا لاعلى نقطه موجوده طول عمرنا في كاس العالم. طول عمرنا طول عمرنا مع كابتن محمود الخطيب او غيره الحقيقه من رؤساء النادي الاهلي. في واحد مش احنا بنقول دايما مبادئ، واحد من اهم انا يعني متأكد انه دي واحدة من اهم الحاجات اللي بيسعى النادي الاهلي ومسؤولين في النادي الاهلي انهم يحققوها، هو ادراكهم انه الاهلي سفير للرياضة المصرية، فبالتالي في تأكيد دايما على انه حسن التمثيل. انت مش بس بتمثل الاهلي، انت بتمثل مصر كلها طبعا. بالتالي دي واحدة من اهم الحاجات الاهلي دايما بيكون حريص عليها، واللي بيعكسها وبيأكد عليها كابتن عمرو كمان فكرة حسن العلاقات. النهاردة لما بتتكلم على اندية كبيرة في افريقيا بتنافس الاهلي في منافسة كبيرة وشرسة بينهم، ومع ذلك تجد العلاقات في جيدة جدا وفي احترام متبادل وفي تقدير متبادل، ده ما يحصلش مع الأهلي. هتشوف استاد القاهرة بكرة في المغرب ان شاء الله باذن الله. الجاليات اللي موجودة والسفارة المصرية مراهنين على جمهور المغربي ان شاء الله. بالظبط هما هيردوا اللي جمهور الأهلي عمله او جمهور مصر عمله صحيح. في كأس العالم لما كانوا موجودين في قطر لا هنبقى فيه بشكل تاني. دي على فكره كسير الحياه لعيبه النادي الاهلي ان يشوف هو بيسخن جماهيره اللي وحشاه. عددها ممكن يبقى يكون قليل هنا في مصر، بس بره هيبقى الموضوع مختلف عن ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله ان شاء الله يكون المكسب للنادي الاهلي بكره ان شاء بإذن الله. نرجع لماتش بكره، شايف الطريقه هل ممكن كولر تحسبا بقى ان احنا بنلعب مع 6 ابطال، يعني كل الانديه اللي بتشارك انديه تعودت على البطوله، تعودت على البطوله المحليه في بلدها، تعودت على البطوله القاريه في قارتها، وبالتالي كل فريق منهم مهما كانت امكانياته او التفاوت اللي ممكن يكون بين امكانيات الفرق وبعضها كله عنده شخصيه البطل وكله عنده حلم انه يروح لابعد مدى. هل تتوقع ان كولر يغير من طريقه لعبه اللي كان متعود عليها هنا في الماتشات المحليه، فكره المنافسه في كاس عالم تخليه يفكر بشكل مختلف، ولا هنلعب لعبنا؟ هنلعب لعبنا العادي. وما هتيجي وتقول لاي حد هيقول لك ال11 الموجودين الشناوي وهاني ومتولي وعبد المنعم الناس اللي بتحضر، هو بيحب اللعيبه اللي بتحضر من تحت وعندها سرعات، علي معلول، ديانج وحمدي فتحي، حسين الشحات وعبد القادر، قفشه وكهربا. هتبدا كده ماتش كهربا بكره، هتبدا كده. ايوه مش الشكل العام، لا الشكل العام اللي انت بتبدا بيه هتبدا 4-3-3، الثلاثه اللي في نص الملعب حمدي وديانج وقفشه، وهتلاقي اللي من اليمين الانسايد رايت هتلاقي حسين الشحات، انسايد ليفت هتلاقي عبد القادر، وهتلاقي الاسترايكر الصريح كهربا. عنده بقى حلول، عنده كوتشينه كلها اولاد وكومي كتيره بره كتيره، عنده عمرو السوليه وعنده شريف وعنده طاهر وعنده بيرستا وعنده حلول. انت اهم نجاح المدير الفني ان يبقى عنده ال11 والبدائل قوه واحده. مظبوط. يبقى انا لما بغير مش قلقان، وفي نفس الوقت الدراسه اللي بيدرسها لهم او الفكره او الشحن او الانسجام اللي هو عامله خلاص الناس كلها عرفت كولر جماهيرا،
الناس كلها حافظ الكره، اللعيبه الناس كلها عارف الدماغ كولر مجلس اداره، فكل دول منظومه مكتمله اتفقوا على تحديد هدف معين من كاس العالم للانديه في المغرب ان شاء الله. طيب خلينا نروح لارقام اوكلاند سيتي كده، لانه برضو احنا بنتكلم على انه يمكن اكتر الفرق المجهوله في البطوله، صحيح هو اكتر فرق مشاركه، لكن بالنسبه لنا الدوري النيوزيلندي او اوقيانوسيا ما مش محل اهتمام ان احنا نتابعها قوي، فبالتالي فريق بالنسبه لمعظم المصريين او معظم الاهلاويه مش معروف، لكن مش زي الريال، مش زي الهلال، مش زي الوداد، مش زي فلامينجو، كل الفرق دي تقدر في 24 ساعه. فرقتين هتبقى مستغربهم اوكلاند والستاندر الامريكي ساوندرز مفيش تاني. طب نروح بالنظره العامه على ارقام فريق اوكلاند مع كابتن عمرو. اتأسس سنة 2004. القيمة التسويقية للعيبة 4.48 مليون يورو. إجمالي البطولات 36 بطولة، 10 دوري أبطال و9 دوري النيوزيلندي. تمام. المشاركات في كأس العالم للأندية 10 مرات زي ما حضرتك نوهت في الأول. مزبوط. والأهلي 8 مرات. مواجهاته مع النادي الأهلي كانت في 2006. متوسط الاعمار 28 سنه، مش كتير عن يعني متوسط اعماره زينا بالظبط. المدير الفني بتاعه هي دي اللي غريبه شويه، 39 سنه، صغير اسباني كمان، واخد الرخصه الاي وهو بيلعب. دي بتفرق كتير قوي بقى، شوف التطور دلوقتي. انا وانا بلعب باخد الرخصه، يمكن دي احنا اتكلمنا فيها والسوشيال ميديا علقت عليها، ان ساعه اصابه النني خد الرخصه بتاعه التدريب. مظبوط، دي مهمه جدا. صح. دي يعني لو لعيب ذكي انا اتصبت وعندي مده زمنيه طويله استغلها. مظبوط، بدل ما اخد فتره ثانيه. الجنسيه اسبانيه 39، تولى القياده من 2021. عدد المباريات 37 مباراه، فاز في 33، اتعادل في 2. دي الارقام معاه مع المدير الفني الحالي اللي هو بالزبط. الاسباني البرت تريرا. الهزيمه مرتين، له 108 هدف وعليه 28. عدد البطولات مع اوكلاند بطولتين. مميز لعيبته ما ذكرش في كل الاسماء دي غير فيرويد ديفيري. فيرويد وليلي ده راجل ولاعيب وسط ملعب. و طبعا دي لقطات تيدي من دي جناح. تادي ده هقف معاه شويه لانه ده يمكن يكون اخطر او مصدر خطوره الاهم في الفريق. جناح جناح. طبعا ده لقطات من وصول البعثه او دخول البعثه بقى، لانها وصلت بالفعل دخول البعثه لمقر اقامتها في طنجه، في الاوتيل يعني او فندق مقر الاقامه بتاعتهم، مجدي قفشه شريف، رهان كبير جدا على نجومنا بكره ان شاء الله باذن الله. شوف بالك الزحمه دي، معظم الانديه اللي دلوقتي على الساحه من ساعه كاس العالم باستثناء الاسماء الكبيره زي ميسي وزي مبابي، بتلاقي انك انت بتتكلم عن مصدر الخطوره هاف، صانع العاب، جناح، ما بتكلمش عن فروت صريح بقالها فتره بقالها سنتين اسم الفروت. لا بس في برضو يعني في ليفاندوفسكي وفي بنزيما وفي هالاند مكسرين الدنيا. انديه انديه ايوه، مش منتخبات. مش منتخبات، انديه. ليفاندوفسكي عايز يثبت هو في برشلونه ايه. انا ماليش دعوه بالسن، انا راجل هداف من انصاف الفرص، بجيب من اقل فرصه هدف. هالاند ده جارديولا تراهن عليه ان هو هيوصل في حته معينه بارقام معينه، هيحقق حاجه في الدوري الانجليزي. وبنزيما مع الريال برضو محدش يقدر ينكر دوره، يعني بقاله سنتين هو بنزيما. ما قبل كنت بتشوف بنزيما هداف بس مش بالتالق ده او بالنضوج ده، عشان كان في رونالدو. ايوه يعني عشان كان في يعني بالزبط. يمكن لو رونالدو مشي بدري شويه كان توهم بنزيما كان في حته ثانيه. خد مده اطول في بالزبط. التعلق اللي هو فيه. ساعات كده في وجود نجم معين او لاعب معين بيبقى لاعب ثاني الكيمياء بتاعتك بتبقى او لاعب ثاني بيبقى في الظل الى حد ما شويه. كان بنزيما ساعتها بيصنع لرونالدو اكتر ما بيسجل. تملي انت هنا لما بتبقى موجود في مصر بتشوف الثنائيات دي موجوده في النادي الاهلي، تملي الربط بتاعها ما بين قفشه وشريف. ايوه كتير اكتر. دلوقتي بقى حسين مع شريف، بقى حسين مع حمدي، بقى حسين مع كهربا، بقى حسين مع عبد القادر. حسين دلوقتي هو صانع الالعاب الخفي اللي مش باين. تملي الناس كلها بتميل قفشه، لا دلوقتي بقى مدي الحته الهجوميه لحمدي، طور من اداء حمدي في الحته الهجوميه، وخلي حسين صانع الالعاب اللي من بره لجوه مش الخط بس. أيوه. والربط بقى يعني طمن جماهير النادي الاهلي، الربط ما بين هاني وحسين بقى هايل، خلاص احنا اتعودنا على علي وعبد القادر خلاص.
الميركاتو الشتوي اللي عمله الاهلي شايفه ازاي؟ وشايف الاضافات الاسماء ممكن تحطها على سكواد النادي الاهلي في اللي جاي؟ انت داخل طبعا بعد كاس العالم ان شاء الله يكون عندنا مشوار ناجح فيه، عندنا دوري الابطال، فشايف الميركاتو الاهلي استفاد بيه بنسبه كام على 10 من وجهه نظرك؟ الاضافه اللي ممكن الاسماء تعملها من وجهه نظر كابتن عمرو الحديدي. خالد ومروان خلاص. اه. يعني خلاص انت مش حاسس ان هم غرب عن النادي الاهلي، زي ما عمرو سوليه دخل، زي حمدي فتحي دخل، خلاص. الرهان برضو تاني انا بحب اراهن على الحصان الكسبان، كاكا كهربا انا بتراهن عليه، لاعب نص ملعب تعتبر كهربا ميركاتو شتوي؟ اه تعتبره ميركاتو شتوي. ليه؟ كهربا بتاع زمان ما نعرفوش، كهربا الجديد العاقل اللي بيفكر اللي ملتزم اللي بيمرن بيتمرن وبيأدي وما بيخرجش اي مهاترات خارجيه حواليه، هو ده هو ده كهربا ابن النادي الاهلي اللي اتربى في النادي الاهلي، طلع شويه زوبعه تراب خرجت في حاجه معينه ورجع كهربا تاني، كهربا اللي احنا عارفينه اللي احنا عايزين منه، وهو ابتدى يصالح جماهيره بالاسلوب ده. خط دفاع الاهلي شايفه ازاي؟ يعني بما ان احنا بنتكلم عن مدافع كبير السنه دي متولي، بدا الموسم متالق طبعا، يعني اصابه وابتعاد لفتره كده قليله، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، دور خالد عبد الفتاح كمساك، شايف خط دفاع النادي الاهلي ازاي؟ ومين الثنائيه الافضل من وجهه نظرك اللي ممكن يراهن عليها كولر في البطوله؟ بص هقول لك حاجه يا استاذ احمد، الحته اللي في العمق دي الاثنين يكونوا بيحضروا كويسين قوي، وده ما بقاش فيها قلق، محمود ولا متولي؟ السرعات محمود متولي و محمود متولي ومحمد عبد المنعم، مفيش مشكله في دي. الحته اللي فيها سرعات تملي بيمين محمد عبد المنعم، الحته اللي بيبقى فيها عقل امسك واتحرك ايجابيه لنص الملعب عشان ازيد دي في متولي. خالد اللي هو المان، اللي لو عندك حد عنده سرعات خالد عبد الفتاح. دلوقتي انت عاديت رامي ربيعه باداء متولي ومحمد عبد المنعم، رامي بقى عنده دي، يعني اللعيب الوحيد بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله الوحيد اللي بيجي من مسافه بعيده بتحسش ان هو غايب. ايوه ما بتحسش ان هو لسه عايز يخش، لسه عايز يفوق، لسه عايز ياخد جس نبض الملعب، لا تحس ان هو موجود بقاله معاك فتره طويله بيلعب على طول. محمد هاني هو رد بادائه، رد بادائه الفردي والجماعي، اربع ماتشات باين تصاعدي مستواه شغال ازاي، بقى ايجابيه هاني واضحه اكتر من ايام ما كانت الناس كلها بتقول احنا محتاجين باكرايت احنا محتاجين نجيب، هو الراجل رد كويس قوي. علي معلول هو النبض والفكر اللي بيعمل الحاجات اللي احنا بنحبها. بس خلينا خط الظهر شويه، لانه اغلب واحنا كنا واقفين قبل ما نشوف لقطات وصول البعثه للفندق عند حته مصادر الخطوره في اوكلاند سيتي، اغلب انا شفت طبعا شفتش ماتشات كتير ماتشات كامله ليهم، لكن شفت هايلايتس وقريت كده على طريقه لعب البرت ريرا، الناس دي بتعتمد بشكل كبير جدا على العاب الهواء، واغلب مصادر الخطوره عندهم متسجله من كور عاليه. هل لانه بيتقال دايما عندنا في مصر ان مشكلتنا منتخبات وانديه فكره الكرات العاليه، انت شايف ازاي التعامل الامثل معاها؟ اروح وارجع مش مشكله، اروح معاهم العب الماتشات وارجع تاني مفيش مشكله، العاب الهواء سهله مش صعبه. انت كنت ثلاثه ايه؟ انت اربعه خمسه وجمال السيد وجمال السيد وابو الدهب وابو الدهب ويوسف وانا وايوب ايوه وشرف وحسام غالي وابراهيم سعيد. اقول لك انا بقى على حاجه بقى دي مهمه قوي، احنا ما كناش بنحس بالكلام ده، كان موجود معانا اتنين مش طوال كابتن علي عبد الصادق ومشير حنفي. هو موضوع العاب الهواء ده مرتبط بالطول بس؟ هي قلب، يعني انا بشوف مثلا عبد المنعم، حمدي فتحي، على فكره في الكرات اللي لينا مش اللي علينا، في الكرات اللي لينا انا بشوف انه حمدي فتحي وعبد المنعم رغم ان هم يعني مش طوال قوي، لكن من اكتر اللعيبه اللي عندهم تيك اوف عالي، تمركز وتوقع لمكان الكره بشكل كويس جدا، وحمدي اكتر. خد بالك يا خد بالك انه عبد المنعم ما كانش مدافع، ما انا عارف كان فيرويد. عبد المنعم بدايته فيرويد، انا عارف. بعد كده لعب باك رايت بالظبط، بعدين لما صبح جاز لعب في الحته اللي فيها سبحان الله، برضه في لعيبه بتلف لفه كده هي كده. بس اقول لك على حاجه، هيبقى عندك انت كنت مدافع في الاول ولا كنت بديت في حته ثانيه؟ لا اول ما بديت خالص وانا عندي 10 سنين لعبت فيرويد. لعبت فيرويد عشان انا كنت بلعب كره شراب في روض الفرج، فكنت بلعب فيرويد. بعد كده رجعت مساك، بعد كده في الاواخر لعبت ليبرو. بس الليبرو والمساك والديفندر شبه بعض، الليبرو والمساك والديفندر شبه بعض. بس في وجودك في النادي الاهلي مطلوب منك حاجات كتير قوي، مصدر التطفيش للمدافع ده مش مطلوب، انك تمسك وتشتغل حتى وانت في الهواء. ايوه اما تتمرن انك تجيد العاب الهواء مش الكوره تبقى يعني مجرد انك تقطعها تبني هجمه، ده مكسب.
شفنا السرد باك المتطور اللي بيزيد قوي كان مارك فيش بتاع جنوب افريقيا ده. أيوة اللي كان لفت الانظار ساعتها لعب معانا في اول 96. بدا بقى نشوفها في يوسف محمد يوسف يزيد ناحيه الشمال يشتغل من جنب الكابتن اسامه عربي او ياسر ريان بقى بيشتغل كويس قوي. بدنا نشوفها انك تشتغل اما كابتن ربيع حسن كان بيخش سرد باك اما كان بيبقى في مشكله في الاصابه كان كابتن حسن بيخش سرد باك ويزيد من ناحيه اليمين لو كان بيبقى هشام حنفي او سيد عبد الحفيظ. انت في الوقت ده العاب الهواء هي قلب مهما حصل مهما كان الفيرود طويل في الطول ومهما كان عنده من التكوف من عالي راجل بظهره او بجنبه وانا مقابل كان كلام الكابتن ماهر ده انت الاقوى هو توقيت توقيته معاد توقيته التكوف وانت بتطلع بترتقي معاه في مستوى معين انت الاقوى بقى هنا بيبان بقى القوه دي بتبقى مطلوبه جدا ان انا اشتغل في حته معينه انا بشتغل على طياره بصاروخ معين هي الكوره جايه والطياره ده هو الخصم وانا بطلع معاه واحنا بنطلع مع بعض بتوجه احنا لعيبه النادي الاهلي اتمرنا وتعلمنا وتربينا ان انا اطلع مواجه ما اطلعش بجنب الجنب ده ان انا بنقذ ما يمكن انقاذه يعني بجيب اخرها بس تملي مواجه بوشي لعيبه النادي الاهلي متولي ولا عبد المنعم ولا الشناوي الشناوي بيهدي اجواء كتير قوي بيقلل ضغط كتير قوي على المساكين ادوار الدفاعيه المطلوبه في التعامل مع الاربع لعيبه دول او خلينا نمسك في تادي ولي انه يمكن يكونوا الجناح ووسط الملعب المهاجم دول الاكثر صناعه والاكثر تسجيلا مع فريق اوكلاند سيتي يمين ولا شمال تدي يعني اعتقد تادي جناح يمين اعتقد انه جناح يبقى جهه علي معلول معلول يبقى لازم يميل حمدي فتحي على الجنب ده وهتلاقي يترحل فيها محمد عبد المنعم خد بالك محمد عبد المنعم تمام بياخد الجنب الشمال انه بيعرف يجيد اللعبه برجله الشمال متولي بيشتغل منعم منعم بيبقى جنب معلول ومتولي بيبقى جنب تملي متولي بيبقى عدلته جهه هاني وحسين عبد المنعم بيبقى عدلته على معلول وعبد القادر معلول وعبد القادر وحمدي فتحي وحمدي فتحي وديانج بياخد الحته اللي بتبقى هدوء بيعمل ربط ما شاء الله واخد بياخد الربط بوكس تو بوكس يعني بياخد الربط يمين وشمال هو عارف كويس قوي بيشتغل ازاي وبيعلي اداؤه امتى بيضغط امتى بيحلق امتى بيهدي ويقلل من سرعه الكوره للخصم عقبال ما زمايله يكونوا موجودين لما معاه لما تيجي يعني طول عمري الحقيقه طول عمري كل اجيال النادي الاهلي بحس دايما ان واحده من اسباب التفوق هي مستوى اللياقه البدنيه في 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 فرقه الاهلي وده في كل الاجيال لكن لما بتروح لمستوى عالمي شويه يعني بتروح تلعب بقى على سكيل مثلا دور الثمانيه في دوري الابطال او بطوله زي بطوله كاس العالم الفوارق بتقل شويه يعني او المستوى النواحي البدنيه بتبقى قريبه جدا من بعضها وبالتالي ده يستدعي انك تحضر لمباراه بكره مع مدرسه في اللياقه البدنيه محترمه جدا يعني نيوزيلندا اللي شفتهم من اللي شفته منهم قبل كده بيقول ان هم مستوى اللياقه البدنيه عندهم في كل الرياضات كويس جدا هل تلعب بتبتدي ضاغط باسلوبك من البدايه ولا تحافظ ولا تلعب نص ملعب ولا يعني بعيدا عن التشكيل بقى والطريقه ازاي تواجه خصم قوي ومن خلال تجربتك انت اكيد بالتاكيد قابلت فرق ناحيه اللياقه البدنيه عندهم ممكن تبقى اعلى من النادي الاهلي ازاي بتتعامل مع سيناريو الماتش في الحاله دي؟ بصوا يا احمد اول حاجه الراجل 90% هيذاكر وهيجيب السيديهات وهيشتغل ويشوف الناس دي اشتغلت اخر الموسم اللي فات اشتغل ازاي؟ ان هو شاف وشكر فيهم على فكره يعني مستر كولر قال لك تعادلوا مع برشلونه بيه وده معناه انه فريق مش قليل يعني كويس قوي انت بقى في الوقت ده هتشتغل ازاي؟ ماليش دعوه باللي انا هشوفه على الشاشه انا هشوف الارض الواقع اللي هو العملي بتاعي، العملي بتاعي ان اللعيبه كلها تبقى تحت الكوره. اللعيبه بتاعتي تبقى تحت الكوره، اما استحوذ على الكوره اشتغل ازاي؟ اول ربع ساعه بجس النبض بقرا الملعب بشوف حاجات معينه بشوف نقاط الضعف اللي عندهم بشوف هم بيزيدوا ازاي بشوف هم لعبهم كله بيبقى على مين؟ هل هو تيدي ولا ليلي ولا بيبقى على مين بالذات؟ بشتغل من الحته دي بعد ربع ساعه ابتدي اخلي الكوره هي اللي تشتغل اكتر، ده كولر. ده مستر كولر اللي احنا شايفينه الفتره اللي فاتت بقى لنا اكتر من 10 12 اسبوع او 16 اسبوع بنشوف حته معينه بيشتغل بيها ازاي كل ما الفرقه قلت مستر كولر بيتضايق اما الفرقه بتكون بتلعب كوره وانت عارف امكانياتها وقوتها انت بتفرض عضلاتك كلاعب النادي الاهلي كل واحد فيهم كشخص بيلبس ثوب ال11 فلنه وبيشتغل باسلوب معين بيشتغل اللعب الفردي عشان يوفره للجمعيه ازاي يشتغل فردي عشان اخليه يبقى فيه انسجام للجمعيه نفسها بعد 10 دقايق هيبان شخصيه النادي الاهلي في الاداء. الفرقه الثانيه بدل اشتغلت معاك نفسي تحترمها اكتر. ان هو قال لك البير ان اللعيبه والظروف والنادي الاهلي اسم كبير واحنا عارفينه كويس ده اسمه تهميد نفسي اللي بيتعمل مع شمال افريقيا او مصر بالذات ان انا اتعامل معاك
بالاسلوب النفسي ان انا اشرح فاعمل لك ريلاكسيشن شويه في حته معينه ان انا هدي من روعه ادائك. لا، النادي الاهلي عارف انه هيبقى ده الاسلوب، عدى عليه الاساليب دي كتير قوي، الشغل هيبان، الراحه النفسيه اللي اللعيبه خدتها واستشفت مستشفى النادي الاهلي قبل السفر ما عدا الثلاث اصابات اللي معروفين اللي هو اكرم وكريم ومصطفى شوبير. أيوه. هو عنده الفرقه كامله، عنده البعثه كامله، عنده اللعيبه اقصى من رائعه، عنده تيم كامل ما فيهوش مين يبدا ومين ما يبداش، تحترت لاعب مين. يعني كانت ناس كتير بتقول لك ده الراجل عنده هم دول، يمكن موسيماني اشتغل على 15 لاعب بس. ايوه. فايلر وكولر اشتغل على القماشه اللي موجوده، يمكن انا قلتها قبل كده، الراجل ده مقص دار، شاطر قوي، بيعرف يعمل بدله شيك قوي تليق على اسم النادي. احسن قماشه فيهم من وجهه نظرك يعني مين اشتغل باحسن قماشه؟ فايلر، موسيماني، فايلر بان شخصيته على لعيبه النادي الاهلي. كولر رجع شخصيه النادي الاهلي العزيمه وتوب البطل بنفس مواصفات فايلر. موسيماني ما بصش على الملفات كلها، حتى الملفات كلها في مكتبه واحده، بعد ما خلص كاس العالم لما رجع فقد كتير، فخسر بطوله واتنين، الراجل بيشتغل بالملف. بس هو الحقيقه ايا كانت طريقته واسلوبه في التفكير هو ناجح بشكل يعني ما حدش يقدر يلومه ابدا، بالعكس يعني انت تتمنى. ولو جه موسيماني قبل ما يوصل يعني قبل ما يمضي عقده كده قال لك انا من دلوقتي بقول لك انا هجيب لك بطوله افريقيا وهجيب لك مركز في كاس العالم وهجيب لك سوبر افريقيا، انت ممكن كجمهور ما كنتش تصدقه. طبعا انت دخلت في الغيب، انت بتقنعني بايه؟ بتقنعني بالاداء والاسلوب، اللعيبه اللي موجوده دي تعمل اسماء مدربين، اسمك انت فرق معاهم، اسمك انت ضاف ليهم، هو ده المطلوب. لعيبه النادي الاهلي عملت مانويل جوزيه، لعيبه النادي الاهلي بتعمل كولر اهو، لعيبه النادي الاهلي عملت 13 بطوله لموسيماني اهو، لعيبه النادي الاهلي علت اسم فايلر بالنسبه للسيفيهات اللي موجوده من اسماء مدربين. كويس قوي، اسم المدرب بقى ضاف ايه للنادي الاهلي كشغل، ضاف ايه للنادي الاهلي كانسجام، ضاف ايه للنادي الاهلي كروتيشن في تدريب الاداء. ابعد نقطه كابتن عمرو بتحلم للوصول ليها في البطوله دي ان شاء الله؟ نهائي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله نقدر باذن الله. مش صعب، لا ما بنخافش، احنا ما بنخافش. ان شاء الله باذن الله بطوله ناجحه وباذن الله نحقق انجاز جديد. يعني لو وصلنا للنهائي زي ما كابتن عمرو حديدي بيقول اعتقد انه يبقى شيء يعني عظيم، واعتقد انه جماهير الاهلي هتبقى في منتهى السعاده. كاس عالم مصارع. بس احنا لو وصلنا النهائي المشكله الحقيقيه انه جماهير النادي الاهلي مش هتتنازل عن التتويج، هيزعلوا لو خدنا الميداليه الفضيه، فهتبقى دي المشكله الوحيده. ان شاء الله نكون من الثلاثه الاوائل، وطموحنا ان احنا نكون الاوائل. خلينا نركز بس في هدفنا الاول ان احنا نوصل قبل النهائي، وباذن الله ده لازم يحصل من خلال التركيز على مباراه بكره ان شاء الله في اوكلاند سيتي. مباريات البطوله مش هتتذاع بس على قنوات النايل سات زي ما قلت لحضراتكم، لا، في بعض القنوات او عدد من القنوات الاوروبيه هتذيع البطوله كلها على عدد كبير من القنوات يعني في اوروبا، وده بالتاكيد هينعكس على قيمه البطوله وعلى قيمه مشاركه اللاعبين في البطوله. كابتن عمرو، ما يبقوا متشافين في اوروبا طبعا. خلاص احنا لسه بقول لحضرتك كاس عالم مصغر. صحيح. ان شاء الله ان شاء الله اللي احنا بنتمناه ان النادي الاهلي يكون خير سفير للكره المصريه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله النادي الاهلي يتوج، ان احنا بالتمني من الثلاثه الاوائل، بالاصرار يبقى الاول باذن الله. نتمنى ان شاء الله باذن الله. الاهم ان احنا نكون حاضرين ومركزين وعارفين وعندنا نفس روح الاصرار تعودنا نشوفها من لاعبتنا في البطولات الكبيره، زي ما حصل قبل كده في ظروف اصعب بكتير جدا من البطوله دي، ورغم كده كان انجاز فرح كل الاهلاويه. بشكر نجمنا النهارده كابتن عمرو، نورتنا وشرفتنا، انا سعيد بيك دايما. شكرا، ربنا يخليك. ان شاء الله باذن الله الحلقه اللي جايه ان شاء الله لو كان لنا عمر وتقابلنا سوا تبقى بنحتفل بانجاز جديد باذن الله. ان شاء الله باذن الله. باذن الله. اشكركم على المتابعه، بكره حلقه المباراه ما تفوتوهاش. قبل بكرة وحلقة جديدة والسادسة، تحياتي لكم.